اني نجوت من الموت حقيقي، يعني شفت الموت بعيوني، لكن تجربة ممتعة وبدي ارجع اغطس مرة ثانية يعني كمان شوي، بس مش بهاي، يعني لا حدا يشتري منها ولا حدا يجيبها، زبالة. يا بتاخذ عدة من الشباب تكون معهم زيادة، يا بتشتري واحدة كويسة وبكون فيها سيلينج يعني مسكرة كويس على يا زيد الفاضل. اشتريت هاي، ما كنتش لابس لايف جاكيت طبعا، القصة لما صارت وقلت اجي مع الجروب نعمل شو سنوركلينج، اللي هو العوم وانت لابس النظارة بتشوف الاسماك وتشوف سمك القرش، بتشوف صحيح موجود، بس مش شو المشكلة، المشكلة فيي انا. كل الناس حوالي غاطسة كلها، كله حاط راسه، انا بلشت ايش اغرق، هاي بتفوت مي، بلشت المي تفوت على الرئة، المي زي هيك، قام الشاب مشكور انقذني وقال لي شايفيني شرك، شايفيني شرك والبس اللايف جاكيت اذا بدك تنزل. طبعا نزلت فيها، سهل فيها السباحة، يعني بتعمل سنوركلينج سهل جدا تعملوا فيها، بس انا تهورت اتحمقت، يعني هاي بقولها العبرة، اتحمقت ونزلت في المي هاي في السباحة بمحيط مش منطق، لانه على بين ما تغرق وتصلقع على البحر بدك وقت، يعني انت ونصيبك، حد انتبه لك ولا ما انتبه لك، انا الله ستر انه انتبه لي اخي، الحمد لله يعني كاد ان يختفي محمد. مكان للسنوركلينج للعوم، يعني العوم بالنظارة هاي، أعطاني واحدة أصلية بعد ما غرقت بالمزورة على البيرهنتين آيلاند، تفرجيك يعني بيرهنتين آيلاند ماي زلال، وهذا الشاطئ أحد الشواطئ يعني اللي ممكن تجلس عليه، رائع جدا، ضربات مطيرة ملاصقة للمحيط، وبرهنتين معناها بالماليزي توقف، يعني وقف شوف بس، يعني فيها دلالة على جمال الجزيرة. أنا كنت في الساحل الغربي لانكاوي وقصص هاي، المي هناك عكر بالوقت هذا لأنه في مطر، المطر والعواصف بيعكر المي، فانتقلت للساحل الشرقي اللي هو جهة بيرهنتين. مميز بماليزيا انه بتقدر تروح من اي مكان لاي مكان تقريبا بالطيارة، يعني بدل ما تقعد 5-6 ساعات بالسيارة تطلع بالطيارة، والاسعار تتراوح ما بين 20 دولار الى 40 دولار، يعني اذا بدك تحجزها فورا، وبتقدر تحجزها مباشرة بالمطار، يعني تروح المطار بتقول لهم عندكم طيارة طالعة على المنطقة الفلانية، انا هيك كنت اعمل، يعني هاي ارجلي مثلا هاي تحت المي، هيك تحتاج انوه هنا تحت المي لانه كثير المي صافي زلال. كويس هاي بدل الدرون. هاي المدينة هناك لانكاوي، يعني فعلية زي هيك 150 رنجت. فحلو برضو، حلو كويت صفاء مع النفس، واو كل ما في برفع فيقة برفع فيقة
ماليزيا وجزيرة لانكاوي اللي أنا فيها الآن. رائعة جدا. أنا بقولش رخيصة بس بمتناول يعني معظم الباحثين عن إجازة لطيفة. والحلو فيها في مجال للعمل والاستثمار. يعني أحب أكد أن أقرأ كثير شبابنا يفكروا أنه العمل في دول معينة فقط. لا، في ماليزيا بإمكانك تعمل عمل بسيط، يعني مش راح أقول لك طبعا إذا كان مستثمر في تسهيلات وفي أمور وفي محتاج أقول لك قديش هي أجواء مريحة. بالتأكيد بعد السباحة لمدة 4 أو 5 ساعات مرهقة بلزمك مكسف روزي بعرف صراحة منه حبتين أو نوعين، الباقي مش عارف شو، بس يأكله إيش يأكل وزاكي. شيء متعب حقيقي. وزن زايد، قد ما أحاول أخفف من احتياجاتي يظل فيه شيء ناقص أو زايد. لا، قصدي أشوف الدنيا كيف ماشي. ارتفاع عالي جدا، حرارة لطيفة، والغيوم تلامس الغيوم. شين الفندق بيحكوا عنه انه كريبي، ما كانش هيك شكله، حتى شكله كان مش مدهون، قديم يعني، فداهنينه شكلهم ومرتبينه. فالصبغة العامة تبعت الخوف تبعته هاي اللي كانت فيها كمان فيديو عنه وكمان دوكيومنتري ما شفتهاش لغاية الان، موجود بهدر هدر، لكن شفت عينك احنا ارتفاع الغيوم يعني، فمن المنطق انه صوت الرياح يكون مش مريح او مخيف الى ناس معينين، في ناس بيخاف من الاشياء هاي، اضافة لانه شكله كان معتق او عتيق يعني، فلا داهنينه ومرتبينه. يعني الانطباع الاولي انه ما في اي مشاكل. طبعا انا كنت جاي على الفندق هذا. هذا الفندق، هذا الفندق بيقولوا هانتد هوتيل، بمعنى انه هوتيل يعني لهواة الشغف والتشويق. هذاك لا، هذاك بتعمر قاعد جديد، اشي ملناش فيه يعني، مش تبعنا. بس للأمانة ما لقيتش اللي بيحكوا عنه بالفندق هذا، اللي هو اللي زمان كان مش مدهون وكان منظره حقيقة يعني مريب. مريب الكلمة معناها مريب بالضبط. صار لي ساعة بتذكر أو بفكر شو معنى كريبي. كريبي معناها مريب، والريبي تتسلل إليك هون على حسب تحليلي بسبب الغيوم، بسبب الرياح، صوت الرياح، في ناس بيحبش هذا الصوت، وبسبب إنك بعيد عن الناس كثير. يعني إحنا بعيدين على العاصمة 80 كيلو، وخلينا نقول نشاط هون خفيف يعني، فيش ناس كثير. في ناس بتصيبوا نوع من الريبي من هاي المواقع،
وخصوصا الفندق كان قديم مجددينه هسه داهنينه مظبطينه، شفت الكادر تبعه مرتب. فالفكره من الموضوع اللي كنت بدي اعملها او اشوفها اني كنت بدي ابات ليله في الفندق هذا اشوف شو قصه الريب اللي بحكوا عنها، لكن للامانه وللتاريخ الفندق نظيف ومرتب وما في اي مشاكل من اللي حكوا عنها بالفيديوهات. وشغله اني اقعد اكذب واقول لك والله انا اشعر بمش عارف ايش وهنالك شيء يتحرك خلف الباب، القصص يعني مش متناسبه لا معي. الله يعينه ويعاونه، نزول مش طبيعي. هي بدي اقرب شوي على حافه الجبل بس انا مش عارف وين جاي بدعس. نزول مش طبيعي، بيضلوا نازل يعني في مواقع بتكون واقف وقوف. فبشكل عام الحلو بالفنادق هاي تعانق السحب، واضح اتوقع بالصوره. اوكي اوكي واو